يكتب للجميع الصلاة في القدس إن كان في المسجد الأقصى أو في مسجد قبة الصخرة أو حتى في الكنائس، كنيسة القيامة والكنائس الأخرى الموجودة في القدس. شعور جميل لما الواحد بيدخل، مجرد دخوله للقدس إن شاء الله كل اللي عاشوا هاي اللحظة تتكرر مع اللي ما عاشوها ولا زاروها. عموما أيام القدس التضامنية هي فعاليات بدأت من يوم أمس وبتنتهي يوم السبت. شو هي هاي الأيام؟ شو بتتضمن؟ شو بتقدم للقدس؟ وهذا طبعا لا يعني أنه فقط الأيام التضامنية للقدس هي محصورة فقط في الخمس أيام، هدول أكيد كل أيام السنة وكل حياتنا وكل أعمارنا هي تضامن مع القدس ومع فلسطين ومع الأمة العربية. الحديث أكثر عن أيام القدس التضامنية بسعدنا يكون معنا بالأستوديو الصحفي المشارك الأستاذ نواف الزرو، ورئيس أيضا للجنة الإعلامية الثقافية في أيام القدس، والأستاذ محمد عياد المدير الإعلامي لمنتدى بيت المقدس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد. تفضلي. شو هي الأيام التضامنية للقدس؟ يعني فكرة مبادرة إطلاق هذه الحملة، حملة أيام التضامن مع القدس، أو خلينا كمان نقول أنه حسب ما أخذت العنوان الإعلامي ادفع دينارا تنقذ مقدسيا، الفكرة هي اجتمعت عليها الهيئات المقدسية في المملكة. الأحداث اللي بتدور بالقدس والمواطنين المقدسيين أهلنا، كان لابد من أنه يكون في فعالية معينة، يكون في مبادرة معينة منا إحنا الموجودين هنا في الأردن كهيئات مقدسية، لأنه في أزمات، في مشاكل بيعيشها أبناء القدس. في كم من الطلبة لم يجدوا ظلتهم في التعليم، أكثر من 1500 طالب في منازل هدمت وفي منازل بطريقة للهدم، في ناس مش لاقي حبة دواء. المقصد هو، أرجع للي تم ذكره في الافتتاحية مبارح، بأنه هذا الدينار اللي ممكن يقدمه أي مواطن أردني لأهل القدس ممكن يكون ثمن كتاب لمقدسي، ممكن يكون ثمن حبة دواء، ممكن يكون وجبة غذاء أو أكل لمقدسي. المقصد أنه إحنا نرجع نحيي النبض الأردني مرة تانية، وموجود وقائم، ولكن نرجع نحيي أكثر في نفوسهم بتوجيه البوصلة إلى القدس. كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة يتوجه بنظره إلى هذه المدينة الطيبة والطاهرة والشريفة، مدينة القدس. ايش معنى هاي الأيام؟ الأيام هذه القدس بتعاني. التهويد هو مش بس بالإرث الديني فيها، التهويد حتى في البشر، حتى في الموقع نفسه، في الموقع الإنساني نفسه، في الحس الإنساني. الديموغرافيا اللي بيلعب فيها الكيان الصهيوني كمان بإزاحة الكم من المقدسيين لاستبدالهم بمستوطنين، احنا بدنا نحاول نعيق هذا المخطط. الاعتداءات الإسرائيلية على باحات المسجد الأقصى، الاعتداءات على المواطن المقدسي، الاعتداءات على لقمة عيشه تتفاقم وتزداد يوم بعد يوم أكثر فأكثر. فلا بد من أن يكون في خط مواجهة من الأردن في هذا الموضوع. أهم الفعاليات لأيام القدس التضامنية، نعم، شو بتشمل؟ في الحقيقة يعني بداية كل الشكر والتقدير لهذه الاستضافة الطيبة للحديث عن المدينة المقدسة وعن الهيئات المقدسية الفاعلة في عمان من أجل المدينة المقدسة. وأعتقد أن هذه الأيام التضامنية مع المدينة المقدسة تنطوي على أبعاد عديدة، وليس فقط ادفع قرشا تنقذ مقدسيا، تنطوي على أبعاد سياسية ومعنوية ووطنية وتضامنية بكل الدلالات والمغازي العميقة. نحن في هذا البلد كشعب أردني متضامنين تماما مع المدينة المقدسة وأهل المدينة المقدسة في كل شيء، ولكني أنا شخصيا أعتقد أن هذه الأيام لا تكفي من أجل المدينة المقدسة. يجب أن تكون كل الأيام من أجل التضامن مع القدس وفلسطين. فالقدس هي الجوهرة، هي يعني ممكن أن نقول أنها هوية القضية الفلسطينية، رمز القضية الفلسطينية، ولكن لا يكفي أيضا العمل من أجل القدس لوحدها. ففلسطين بكاملها الآن تحت أنياب البلدوزر التهويد الصهيوني. المدينة المقدسة من الأسباب الرئيسية وراء هذه الفعاليات المقدسية ما يجري في المدينة المقدسة الآن. تشهد القدس
أوسع وأخطر وأشرس الحملات الاستيطانية التهويدية التوراتية التي تشنها الجماعات الاستيطانية على مدار الساعة. يوميا نسمع بالاقتحامات والمداهمات الاستيطانية للحرم القدسي الشريف وأحيانا لكنيسة القيامة ولكل المواقع التاريخية والأثرية العربية والإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. وجهة النظر الصهيونية أن إسرائيل بين مزدوجين تواجه في هذه اللحظة لحظة تاريخية. الآن بالنسبة لهم لحظة تاريخية مناسبة جدا للانقضاض على القدس وعلى فلسطين وإخراجها من كل الحسابات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، لأن الأوضاع الفلسطينية منقسمة وسيئة جدا، منهارة جدا. الأوضاع العربية كما نتابع في الدول العربية الرئيسية أيضا يعني متفككة ومنهارة جدا. صحيح، ولذلك احنا كلياتنا مدركين. نعم، من يشاهد مدركين لخطورة ما وصلت إليه، لكن ما الحل؟ يعني زي هيك مبادرة أو نعم أيام تضامنية، أو هي هذه الأيام التضامنية مطلوبة جدا. شو رح تقدم للقدس؟ رح تقدم يعني لنقول فائدة إعلامية ومعنوية وثقافية وتعبوية للناس، لأن يعني في الكثير من الناس من المواطنين لا يدركون خطورة ما يجري في المدينة المقدسة، وليس الجميع يدركون. فلذلك أنا أعتقد أنه كلما كان الحضور الجماهيري أكبر في هذه الفعاليات المقدسية، كلما كانت الفائدة المعنوية والثقافية والفكرية والمالية أيضا أكثر لصالح المدينة المقدسة. ولذلك نحن أمام أيام تضامنية تمتد من الثلاثاء إلى السبت. بالأمس تم الافتتاح في الساعة 11 صباحا وبحضور الهيئات الإدارية للهيئات المقدسية وبحضور عدد من الفضائيات أيضا. وفي برنامج هذه الهيئات المقدسية الأفلام الوثائقية التي تعرض على مدار الساعة من الساعة 11 صباحا وحتى 7 مساء في قاعة جمعية يوم القدس، وهناك معرض شامل يشتمل على عدد مهم جدا من اللوحات المعبرة عن واقع المدينة المقدسة وفلسطين بشكل عام، وهناك أيضا معرض للكتب المقدسية وهي عناوينها بالعشرات وربما بالمئات للفائدة من أجل الثقافة والبناء، لنقل البناء السياسي الثقافي الأدبي الفكري المعنوي للناس. هل جيل الشباب يدرك أهمية القدس وأهميتها الدينية؟ من رسائل هذه الفعاليات المقدسية، من رسائلها أن يتم جذب الشباب إلى هذه الفعاليات للحصول على الفائدة المطلوبة. فالقضية يجب أن يحملها جيل الشباب بنهاية الأمر. يعني صحيح. يعني أنا برضو في ذات السياق يعني اللي تفضل فيه الأستاذ نواف، إحنا كهيئات مقدسية هون في المملكة، القاعدة الرئيسية هي الوصاية الهاشمية الدينية على المقدسات الدينية في مدينة القدس الإسلامية والمسيحية، هذا كقاعدة أساسية. اثنين، خلينا نحكي إنه إحنا عمالنا بنحاول نوصل رسالة بأنه في كل لحظة يتم تكبيرة الله أكبر في مآذن القدس أو دق الأجراس، وكأنها رسائل ترسل، ناقوس يدق، رسائل لكل مواطن عربي في الأردن وخارج الأردن بأن القدس تنكل وأن غزة تكبل. في الظرف الحالي أنا في سياق حديث، يعني في نفس السياق اللي بحكي فيه زميل أستاذ نواف، نحاول ننهض، نحاول نذكر، نحاول نشعر المواطن العربي أنه في شيء موجود عماله يسلب منا، فلابد من حراك، لابد من نهضة تختلف عن الركود اللي احنا عمالنا بنعيش فيه ضمن المعطيات في المنطقة كلياتها. هذا هو المغزى الرئيسي في المقام الأول. يعني لو سمحتي بحب أوضح فكرة يعني صهيونية في غاية الأهمية نعيشها في هذه الأيام. كان ثيودور هرتزل مؤسس ونبي الحركة الصهيونية أعلن في 17 آب 1897 قائلا: إذا قيد لي وأن حررنا القدس وكنت على قيد الحياة، فسوف أعمل على إزالة كل الآثار غير اليهودية في المدينة المقدسة. وما بين زمن هرتزل قبل قرن 17 عاما وزمن نتنياهو اليوم، ما الذي يجري في المدينة المقدسة؟ بالضبط إزالة كل المعالم العربية والإسلامية والمسيحية. يريدون أن يهدموا المشهد العربي في المدينة المقدسة ويقيمون مشهدا صهيونيا توراتيا بالكامل مكانه،
وهذا يعني تزييف التاريخ والحضارة والتراث والحقائق. فهذا المشروع الصهيوني هذا هو جوهره، وبالتالي تحتاج القدس وفلسطين في هذا الصراع الجذري مع المشروع الصهيوني إلى تحشيد كل الطاقات الفلسطينية والعربية طبعا والهيئات المقدسية. طيب هل ما أنا أسف بس للمقاطعين، هل هذا الأيام التضامنية هي فقط أردنية أو يعني تشمل مشاركات عربية؟ لا، هي حتى الآن في الساحة الأردنية الحقيقة، ولكن البرنامج أن يتم نشر وتعميم هذه الفعاليات إلى دول عربية أخرى إن يعني شاء الله. يعني كتير حلو أنه مثلا لو إحنا عملنا أيام تكون تعمم، يعني مثلا الأيام التضامنية مع القدس في الأردن، نفس الفترة تعمم مثلا في مصر، تكون في تونس، إن شاء الله سيكون في المغرب. يعني هذا في خط يعني في الخطة الحالية إن شاء الله. أنا بس خليني كمان أرجع لنقطة كتير مهمة أختي العزيزة، يعني الكيان الصهيوني من أكثر يعني أكثر من حوالي 100 عام وهم يجمعوا لكيانهم أو لدولتهم المزعومة دولار في 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 في, في العالم الغربي. احنا مش بحق لناش انه احنا كمان انه في نفس الرسالة، واحنا رسالتنا انبل لانه احنا الواقع ونحن الحقيقة على هذه الارض، هم مش الحقيقة، هم مغتصبون. فهذا هو المقصد. بس المهم انه احنا يكون في مصداقية مع الناس. يعني كمان احنا بالمقابل سمعنا كتير حركات باسم القدس ما كانتش تبرعات، ما كانتش توصل، وباسم فلسطين. فيمكن هذا برضو شوي خلق عند الناس عدم ثقة او عدم وجود مصداقية. طب أنا بس او خليني احكي بس بعد يعني زي ما في مثلا هيك في بالمقابل. اسمحي لي بس احكي عن بعض انجازات منتدى بيت المقدس اللي انا أكيد طبعاً زي منتدى بيت المقدس منتدى معروف. بيت المقدس معلش اسمح لي برضو بدي أوجه للناس برضو رسالة إنه مش أي حركة بتطلع أو أي مبادرة نثق فيها باسم القدس أو باسم صحيح. فلسطين أو غزة صحيح. يعني نروح للمصدر الموثوق للمراكز المعروفة حتى نقدر نضمن إنه اللي بنعمله أو اللي بنتبرع فيه بيوصل. هاي نقطة مهمة. لو تكرمت. تفضل. المهمة الأساسية للهيئات المقدسية المختلفة بعناوينها المختلفة في عمان هي دعم صمود أهل القدس وتثبيتهم على أرض القدس، دعمهم ماليا وإعلاميا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا على الصعيد الدولي. وهذه مهمة أعتقد أنا هي مهمة وطنية وقومية ملحة جدا دائما. ولكن قضية القدس أنا في نقطة في غاية الأهمية، أن الاحتلال الصهيوني يسعى في الأيام الأخيرة في الآونة الأخيرة إلى تحويل الصراع في المدينة المقدسة إلى صراع ديني، وهو ليس كذلك في الحقيقة. هذه نقطة في غاية الخطورة، مش فقط في القدس، يعني أصبحت بكل بلد عربي، وخاصة في القدس لأنها هي جوهر القضية الفلسطينية. يعني بالنسبة للاحتلال الصهيوني إذا سيطر تماما على القدس فإنه يسيطر على فلسطين، ولا يبقى من مبرر أمام الرأي العام العالمي. تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل القدس إلى مدينة توراتية، مدينة اليهود الآباء والأجداد تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، لإقناع الرأي العام الغربي المتعاطف جدا معهم. في الحقيقة نحن صراعنا في المدينة المقدسة في مواجهة المشروع الصهيوني صراع سياسي واستراتيجي وجذري ووجودي، وليس صراعا دينيا فقط على أهمية العنصر الديني الذي يوظف في خدمة المشروع السياسي الصهيوني. طيب الآن اللي بيسمعونا وحابين يتواصلوا معكم، إن كان بالدعم المادي أو المعنوي أو بده يقدم دعم للقدس بأي شكل من الأشكال، كيف بيقدر يتواصل معكم؟ عن طريق بيت المقدس اللي مقره أعتقد شمساني؟ يعني بالضبط عن طريق بيت المقدس. تفضلوا لعنا على موقعنا، موقع بيت المقدس، وأعتقد أستاذ نواف يعني هو أقدر مني بالوصف المكان والموقع الإلكتروني له. عن طريق الهيئات المقدسية ومن ضمنها منتدى بيت المقدس، ولكن هناك صندوق القدس الذي تشرف عليه الهيئات المقدسية متعاونة مع بعضها البعض. فصندوق القدس ممكن الاتصال الوصول إليه من خلال منتدى بيت المقدس أو جمعية يوم القدس أو جمعية حماية القدس أو جمعية نساء من أجل القدس. فكل هذه الجمعيات بنهاية الأمر كل ما يأتيها من أموال دعم لأهل القدس في هذا الصندوق. يعني نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وتحية مرة أخرى لأهل القدس.
وكل فلسطين بكل مدنها ومحافظاتها. وفي النهايه اسمحي لي بس يعني نقول ان شاء الله تكون سقيا خير المطر اللي عمله يعني كنا بنشاهده. وشكر وتقدير لكم لاداره هيئه الدعوه التلفزيون الاردني اللي اتاحتنا هاي الفرصه حتى نقدر نوصل رسالتنا بالشكل الصحيح. اهلا وسهلا فيكم استاذ محمد عياد مدير الاعلامي لمنتدى بيت المقدس، والاستاذ نواف الزرو ايضا رئيس اللجنه الاعلاميه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.